السلام عليكم. بهذه الحلقة راح أبين كيفية احتساب الراتب التقاعدي بالتفصيل. أنا طبعاً مبينها بحلقات سابقة، لكن هذه الحلقة راح أبينها بتفاصيل معينة ما يتنبه لها آبائنا وأمهاتنا المتقاعدين. راح مباشرة أنتقل إلى مثال توضيحي وآلية الاحتساب وفق القوانين الجديدة بعد التعديلات في عام 2019. طبعاً أيضاً أحب أشكر البروفيسور الدكتور نوري الهاشمي لأنه يشرف على تدقيق الحلقات الخاصة بالتقاعد الموحد، فجدا أشكره لأن حتى إحنا دائما ننطي المعلومات من مصدرها وندققها بحيث تكون المعلومة من الناحية الأكاديمية 100% صحيحة وغير قابلة للخطأ. كيفية احتساب الراتب التقاعدي، هنا أنا سويت مثال توضيحي ما هو الراتب التقاعدي لشخص أحيل على التقاعد، كان راتب الاسمي يعني بدون مخصصات، الراتب الاسمي فقط لآخر 36 شهر قبل الإحالة كما في الجدول، وله خدمة تقاعدية 25 سنة وستة أشهر. إذا تلاحظون هنا من أقول معدل الراتب، فإحنا لازم نأخذ الراتب مال الشخص المتقاعد لآخر 3 سنوات، آخر 3 سنوات إيش قد معدل الراتب مالته؟ طبعاً هنا أنا بخلي جدول يعني آخر 36 شهر قبل الإحالة على التقاعد. أنت هذا الجدول صعب عليك جائز تحسبه أو صعب عند البعض، أنت مباشرة تروح للمحاسب مال دائرتك تقول له أريد معدل الراتب التقاعدي لآخر 36 شهر، معدل الراتب التقاعدي لآخر 36 شهر قبل الإحالة على التقاعد، هاي آخر 36 شهر. إذا تلاحظون بدأ يزيد لين تجي له علاوات، مثلاً كان 580 صار 600 صار بعدين 620 بعدها 620 بعدها 640 لين احتمال علاوات ترفيعات. هذا آخر شيء استلمه قبل الإحالة، آخر راتب اسمي 640 ألف دينار. طريقة الاحتساب، شوفوا أول أمر إذا تلاحظون احتساب معدل الراتب التقاعدي، أول أمر نحسبه معدل الراتب التقاعدي اللي هي مجموع الرواتب ما 36 شهر نقسمها على 36، 21,960,000 تقسيم 36 راح يطلع معدل الراتب مالته 610,000. سوينا جمعنا الرواتب هذه مالته بالجدول ما 36 شهر قسمناها تقسيم 36 طلع معدل الراتب مالته. هسه نجي على المعادلة مالت الراتب اللي موجودة بقانون التقاعد الموحد اللي هي معدل الراتب، الراتب التقاعدي هسه راح نحسبه. هسه احنا بالبدايه حسبنا معدل الراتب، الان الراتب التقاعدي معدل الراتب في 2.5، اكو يقول لي صارت 3، ال 2.5 صارت 3، لا صارت بقانون الموازنه، انا مبينها بحلقات سابقه بقانون الموازنه وليس بقانون التقاعد، وقانون الموازنه هو يعتمد لواحد واحد من بدايه السنه الى 31/12 وبعدين يلغى أو تنتهي لأن هو خاص بهذه الموازنة، والسنة اللي بعدها قوانين جديدة فلازم ينطونا إياه بقانون التقاعد حتى يعتبر تم التعديل. هنا بعض الآباء وأمهات المتقاعدين ينطيني فقط الراتب الاسمي أو ينطيني الراتب الكلي، حتى تعرفون البيانات الصحيحة المفروض تطوني إياها حتى أنا أقدر أحسب لك الراتب مالتك. بالتالي احتساب الراتب مالتي إذا أحسبه لك كمجرد تقديري مو دقيق، حتى يكون دقيق لازم بهذه الآلية تعطيني معدل الراتب. شلون الآن استخرجنا معدل الراتب 610,000 خليناه هنا، معدل الراتب في 2.5 هاي 312 عدد سنوات الخدمة، ايش قد عنده عدد سنوات الخدمة؟ إذا تلاحظون نرجع للمثال مالتنا، سنوات الخدمة مالته إذا تلاحظون سنوات الخدمة مالته 25 و6 أشهر، الستة أشهر مباشرة تتحول إلى سنة وفق القانون، هذا ظاهر أمامكم، تتحول إلى سنة فيصير عنده خدمة 27 سنة، تصير عنده خدمة 27 سنة. هنا أنا تقدر طبعا تخلي عدد الأشهر في 12 أو تخلي 27 نفس الشيء، تقسيم 100 راح يطلع الراتب التقاعدي مالته 396,500 دينار، هذا الراتب التقاعدي مالته. لكن هذا الراتب التقاعدي مثل ما أنا مبين هنا هذا بدون إضافة أي مخصصات. هسه شنو نضيف له؟ نضيف له مخصصات. أول أمر نضيف له هو غلاء المعيشة، غلاء المعيشة اللي هو 1% في عدد سنوات الخدمة، فهو الراتب مالته 396,500 دينار في 1% غلاء المعيشة، عنده خدمة 27 سنة
غلاء المعيشة راح نضيف له 103,090 دينار. 103,090 دينار. إذا تلاحظون هنا الراتب التقاعدي مالته 396,500 دينار، زائدا غلاء المعيشة اللي هي 103,090 دينار، راح يصير الراتب التقاعدي 499,590 دينار. طيب بس هذا لا، الآن نجي نضيف للإضافة الثانية اللي هي مخصصات الشهادة. نجي للجدول هنا إذا تلاحظون نضيف له مخصصات الشهادة. الآن صار الراتب التقاعدي إذا تلاحظون مع غلاء المعيشة اللي هو 499,590 دينار. نضيف له إذا كان عنده دبلوم 5% مخصصات شهادة. 5% من شنو؟ من الراتب الأول اللي أخذها، الراتب التقاعدي اللي إحنا استخرجناه 396,500 دينار، مو على الإجمالي بعد الإضافة، على 396,500 اللي إحنا منين استخرجناها ذات لاحظون الراتب التقاعدي منها. نضيف مخصصات الشهادة، إذا كان دبلوم نضيف له 5%، إذا بكالوريوس 10%، إذا ماجستير نضيف له 15%، وإذا دكتوراه 20%. إذن الراتب التقاعدي المخصصات الخاصة بالدبلوم راح تصير 19,000 وكسر، 39 وكسر إذا كان بكالوريوس، 59 وكسر إذا كان ماجستير، 79,300 إذا كان دكتوراه. نجمعها مع صافي الراتب مع غلاء المعيشة راح تصير 519,000 يستلم إذا كان دبلوم، 539 إذا كان بكالوريوس، 559 إذا كان ماجستير، 578,000 إذا كان دكتوراه. هذه آلية احتساب بالتسلسل، إذا تلاحظون آلية احتساب الراتب التقاعدي. أريد أنبه آبائي وأمهاتي المتقاعدين، إذا كان عندك عمرك 40 سنة، إحنا دائما نقول 40 سنة أنت راح تأخذ 100% من آخر راتب وظيفي، بمعنى ما يصير تأخذ طبعا أكثر من هذا الراتب. هسه إذا تلاحظون هو 640,000 آخر راتب اسمي استلمه، بالتالي ما يصير تستلم أكثر من هذا الراتب، وهذه المادة ظاهرة أمامكم. إذا تلاحظون نفس المثال اللي أخذناه إذا نطبقه، إذا كان عنده 40 سنة نفس المثال بالضبط، بس خدمته 40 سنة، إذا تلاحظون نفس المعادلة، معدل الراتب راح يصير معدل الراتب مالته 610,000، الراتب التقاعدي راح يصير لأن هنا أنا عدد سنوات الخدمة مالته 40 في معدل الراتب في 2.5 في عدد سنوات الخدمة اللي هي 480 على 12 يصير 40 سنة خدمة عندي، راح شقد تصير 610 بعد ما نضيف له ولا إضافة، لا مخصصات الشهادة راح نضيف له ولا غلاء المعيشة راح نضيف له، لهنا الراتب التقاعدي ونوقف، يعني فقط نطبق عليه المعادلة، أي إضافة ما راح نضيف له، بسبب إذا أضفنا لأي إضافة ثانية، إذا أضفنا لغلاء معيشة أو إذا أضفنا لمخصصات الشهادة راح يصير أكثر من 640,000 دينار، بالتالي أكثر من آخر راتب. إذا تلاحظون آخر راتب هو استلم 640، بما أنه ما يصير يكون الراتب مات أكثر من آخر راتب اسمي استلم قبل الإحالة على التقاعد، راح نتوقف لهنا، وهذه وفق المادة 21 لهنا بعد أي إضافة ما راح نضيف له. هذه جدا مهمة يتبين لها آبائي وأمهاتي المتقاعدين. اسأل أي سؤال إحنا راح نجاوبك إن شاء الله بقناتنا على كل الأسئلة اللي تجينا إلى القناة. هذا مثال بتفصيل التفاصيل اللي مطلوبة منك لاحتساب الراتب التقاعدي. أي معلومة ما واضحة راسلني بالقناة، أو أي سؤال راسلنا على القناة حتى نرد عليك. لا تنسى تشترك بالقناة، فعل الجرس، تضغط لايك. شكرا جزيلا لروعة المتابعة. We'll be right back.